لتفاصيل عمايل الكحك. بيسألوني قبل ما نطلع دلوقتي استاذ رحاب هتبدأ بقى ايه؟ ما شايف الكونتر مليان في حاجات كتيرة، بس لما نيجي للصراحة يعني الدقيق ده أساسي معانا، بيخش في كل سواني الكحك اللي هنعمله معمول أو هنعمل كحكة العيلة. وعندنا السميت الناعم ده أساس المعمول، معمول ده مشهور جدا في لبنان وفي سوريا، إخواننا الشوام معمول بالجوز، معمول بعين الجمل، معمول بالتمر وهكذا. ولكن الفليفر والطعم اللي أنا حبيت إن هو نركز عليه اللي هو الشمر الناعم، القرنفل، المستكة، الحبهان، السمسم، عين الجمل المطحون، ريحة الكحك، التمر اللي أنا معمله كور صغيرة كده قد حباية الحمص عشان يتحشل جوه الكحك، هو ده المختلف شوية. أنا هبدأ دلوقتي بمقادير عمايل كحكة العيلة، منها هنتكلم عن كل أنواع الكحك لأن تقريبا هي مقاديرها نفس عمايل الكحك، والعجمية هنعملها مع بعض لأن هنحشيها عجمية من جوه. المقادير على الشاشة، عندنا مقدارين، مقدار عمايل الكحكة نفسها ومقدار الحشوة اللي هي البوت اللي هي اللي احنا نعملها اللي هي العجمية، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مقادير الكحك على الشاشة عبارة عن كوباية من الدقيق، بنحط عليها معلقة سميت ناعمة، بتاخد ربع كوب من السمنة البلدي دي عشان نعمل كحكاية صغيرة على قد القالب بتاعنا، وبتاخد الفليفر بتاعنا مستكة وشوية شمر حلوين، وعندنا ريحة الكحك، وهنحط لها شوية هيل ناعمين. ده بالنسبة للعجينة بتاعتنا الجميلة اللي نعملها. الخميرة عندنا، خميرة دي أساسي طبعا، هتاخد معلقة سكر عشان تشتغل على طول وتطلع معايا بسرعة، دي رقم اتنين. أما بالنسبة للعجمية كالآتي، عجمية عبارة عن عسل نحل ده أساسي، وجوز اللي هو عين الجمل، ما عندكيش جوز أو عين جمل حطي فول سوداني، حطي لوز مفيش مشكلة، مش هيقول لأ. ومعانا طبعا فص مستكة كمان لحشوة العجمية بتاعتنا، وسمسم، ومعلقتين من الدقيق، وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. أول حاجة هبدأ بيها العجمية، هنعملها مع بعض. معلقة سمنة حلوة أهي زي الفل، والسمنة مقدوحة عندي عشان نوفر الوقت، والسمنة بتسيح كده يا عم الشيف. هنحط فص من المستكة، تفاصيل بقى الصغيرة في حشوة العجمية. ولما بقول لحضراتكم حقوق الطبع لدينا وبس، فصين المستكة دولت بيخلوا لك الحشوة اللي هو التوبنج بتاع الكحكاية نفسها مختلف. تسيح المستكة بالشكل ده كده، أشم ريحتها، دينا رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. ريحة المستكة في قلب السمنة بتعلي من طعم السمنة أهي، الله على ريحة المستكة، حلو قوي. ننزل بالدقيق ونحمص الدقيق يا عم الشيف في قلب السمنة لغاية لما أشم ريحته، دي مهمة جدا على فكرة. من الحاجات اللي العجمية تبقى ناجحة معاكي فيها إنك أنت تحمصي الدقيق أهو، ياخد لون يعني من الآخر أهو. دول كفاية، خلينا نزود شوية لأن إحنا عايزين نعمل كمان كحك بالعجمية، مش كحكة العيلة وبس، دول كفاية أوي. تمام، ونقلبهم كده بمعلقة خشبية، ما عدتش لا على بصل ولا على توم، وإحنا شغالين كده أهو. شايفة التحمير بتاع الدقيق بتاع العجمية وأنا شغال أهو. أحط معلقة سمنة كمان زي الفل وأقلب، أستنى عليها شوية لغاية لما الدقيق يتحبر. بص أنا أقول لكم على حاجة، اوعى تقولوا لحد في مصر محدش بيعرف يعمل كحك العيد نهائيا، ده بالعكس لما حد بيسافر السعوديه، في الخليج، في الدول الغربيه، والمصريين بالذات بيبقى مدرسه هناك لعمايل كحك العيد والاكلات المصريه اللي احنا عارفينها بجد. حتى لو قعدت في منطقه مثلا شيكاغو هتلاقوا اشهر واحد بيعمل كحك العيد ومعلم كل اهالي شيكاغو بعمايل الكحك. قاعد في الصين في كوانزو مثلا تلاقي ريحه الملوخيه بالارانب كل كوانزو بتشمها وهكذا اهو. شايفين؟ يعني عايز اقول ان احنا شطار في كل حته نروحها. تحمير السمنه مع الدقيق ياخد تاخد لون كده، طعم المستكه غالب هنا اهو، التحميره دي مهمه جدا وانا شغال اهو. بس ما انزلش بالعسل دلوقتي ولا انزل بالسائل بتاعي الميه الدافيه غير لما اتاكد ان الدقيق اتحمر، والدقيق بيتحمر عايزين طعم، الطعم هنا بقى شويه جنزبيل حلوين، الله هتخليها كده فيها سبايس شويه واحنا بناكل، حلو. سنة هيل مع قرنفل حلوة، شفت بقى ده الجو، دي المدرسة اهو اهو، ما تكتريش عشان ما تقلبش معاك على ايه عصيدة، حلو الكلام؟ اه. واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة، هننزل بعين الجمل المتكسرة هنا اهو اهو، ودي بتحمر اهو اهو اهو، شفتي؟ اهو حلو قوي دي العجمية، حلو، دي اللي هنحشيها لكحكة العيلة، ونحط شوية ريحة الكحك صغيرين كده اهو يكفي زي الفل، ونقلب كل ده مع بعضه. غزيها بقى، غزي العجميه بتاعتك، خلي العجميه بتاعتك انت في العيله رقم واحد. يقولي لك بص بقى
مرات حمادة، مرات أحمد، مرات محمود، مرات مصطفى، عينية. لا لا، دي العجمية حشوة هتتعمل دلوقتي كده، ونكورها صغيرة كده ونحشيها للكحك، أو نحمر كده لعين الجمل مع الدقيق. التحميلة دي مهمة جدا. احنا معانا عجينة الكحك جاهزة، ومعانا كحك جاهز، ومعانا كحك خبزينه، ومعانا قرص طرية عاملينها، كل التفاصيل دي معانا. بس احنا بنتكلم على حاجات لازم مفيش بيت بيعملهاش غير هي حشوة العجمية. احمر كده زي ما انا شغال كده اهو. التحميرة دي لازم تاخد لون، استنى عديه لما يتحمر مع عين الجمل بالشكل ده كده، وريحة المستكة شاممها، ريحة التوابل الحلوة العربية اهو. مزيج نسيج واحد في قلب الطاسة، هتاخد عسل دلوقتي وتاخد شوية مية حلوين كده اهو، وانا شغال اهو. معانا مية مغلية اهي، وأقلب هتديك قوام اهو، كمان شوية اهو أقلب بس خلاص، أقلب كده عشان زماننا شغال اهو. حلو اهو. البعض بيعملها بسكر، انا هعملها بعسل، وعسل زهرة البرسيم، مش هنجيب عسل غالي ولا اي حاجة، بتاعنا احنا اللي بنصدره للدنيا كلها اهو اهو. دي عايزة شوية مية كمان، وانا شغال كده واحدة واحدة اهو اهو. عندي سمسم محمص جاهز زي الفل، احط لها شويه سمسم اغذيها، يلا تحرمهاش. حلو، وانزل بالعسل يا عم الشيب بتاعنا الحلو ده كده عليها اهو. اللهم صل على النبي. عجميه بالعسل وزهره البرسيم بتاع ارضنا مزارعنا معروف ده، زهره البرسيم ده معروف في اي مكان يقول لك ده مصري، او الموالح بتاعتنا سيبك من العسل الغالي عشان ما تقوليش بس انا ايه، والله العجميه بتاعتي حطيت لها عسل الكيلو جايبينه ب50 والكيلو ده لا ب1000. لا لا ده كلام فاضي كله، خلي بالك خليك في عسل زهره البرسيم ده كده، والعجميه بتاعتك فيها السمسم المتحمص، فيها عين الجمل اللي اتحمصت مع الدقيق، فيها الفليفر الحلو اللي احنا حاطينه، المستكه دي اساسي طبعا. ونعجنها كده يا عم الشيف، ونقلبها كويس، ونسيبها لما تبرد، ونشتغل فيها بايدينا، نكورها بقى كور صغيره كده. حلو الكلام، علشان نعملها في المعمول، نعملها في الكحك، نعملها في كحكة العيلة. هاخدها في كسرولة كده اهو زي الفل، عشان عجنها بدأنا بالعجمية، هنحطها هنا كده زي الفل مخرجنا الجميل اساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الله، دي بقى نستنى عليها لما تبرد شوية على ما نشوف هنعمل ازاي الكحك. انا حابب والله العظيم نعمل كل حاجه مع بعض، وانا معايا كحك مخبوز، ومعايا كحك لسه ما اتخبسش. الحاجات دي لازم ان احنا نعرفها بالتفاصيل، علشان عايزك تعملي الكحك النهارده والايام اللي جايه باذن الله علينا خير على طريقه الشيف المغازي. طيب معانا الدقيق، عيار الكحكه اللي احنا هنعملها مع بعض اللي هي كحكه العيله، هنستاذن الاستاذ رحاب مقاديرها تاني معلش، عشان احنا معانا على الشاشه اهوت الدقيق اهوت زي الفل. بعمل حفره فيه كده، واحط السمسم. السمسم اللي تشتريه ما يكونش متحمر، سمسم ابيض. كحكه العيله الكحك الناعم ماشي، هي نفس المقادير شفت السمسم انا حطيته، سمسم ما يكونش متحمر، بتشتريه من عند الراجل. طيب انا حطيت في ليفر، حطيت شويه هيل صغيرين مع رونفيل مع ريحه الكحك مع السمسم، كل ده مع بعض. وعندي سمنه سخنه جدا، انا زمان وقعت في السمنه دي وانا لسه صغير طفل كده. حلو الكلام، كانت الحاجه بتعملها الكحك وجاي يا عم يديني المصروف، اتعورت منها والله العظيم بتكلم الصح. السمنه دي عندك اطفال صغيرين ابعدوهم من المطبخ، لان دي درجه حرارتها عاليه جدا دلوقتي. هننزل بيها دلوقتي على فين يا شيف؟ على السمسم اهو. شايفه الجو ده كده اهو شايفها ازاي؟ كانه اهو بينزل اهوت زي الفل وخلي بالك هنا تقلبي السمنه دي بمعلقه خشب او معلقه ضد، يعني ننفع ان احنا نقلب بيها. الحاجات دي دلوقتي موجوده اهو، ونبسبس الدقيق في السمنه زي ما انا شغال كده ونحط عليه شويه بيكنج باودر صغيرين. كحكه العيله هعملها بشويه بيكنج باودر والخميره هنحطها دلوقتي متقلبه بمعلقه سكر وشويه ميه دافيين او شويه حليب دافيين زي ما انا شغال كده اوعى تدخلي ايدك دلوقتي خالص، لغايه لما تحط ايدك كده تعرف ان هي بارده، لان السمنه سخنه جدا. عايز اقول حاجه، معلومه مهمه جدا، الخميره اللي انا حطيتها على معلقه السكر من العلامات المهمه جدا في عمليه الكحك.
اول ما تحط الخميره على السكر وتديك رغوه كده ميه دافيه، اعرف ان الخميره دي بسلامه وامان وتشتغل معاك. لقيت الخميره مش مدياكي رغوه وما بتقولونها ما تغيرش بالشكل ده وكلكعت منك، اعرف ان الخميره دي واخده رطوبه وبقالها كتير عندك وانت مش بتستخدميها. حاجات دي مهمه جدا على فكره، التفاصيل الصغيره دي كده. اهو الخميره اهو. خلينا نعمل كحكه العيله دي عشان تلبنا كلنا وتجمعنا كلنا، وفرصه حلوه ان احنا نحط الصبح كده على الطاوله على الترابيزه على الطبليه كعكه اسمها كحكه العيله. بما ان احنا بنتفرج على قناه العيله قناه البلد، شايفين الكحكايه الحلوه دي كده اهي، فتفاصيلها معايا اهي 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 اهي. بدات اهي، تديها بقى شويه حليب دافيين او ميه دافيه، الاختيار ليك. الاستاذ احمد اللي كان بيتكلم من شويه عن الدسامه والدايت، لو حطيت حليب يبقى الكحكايه دي دسمه، عجنتها بميه دافيه يبقى انا بهرب من الحليب بما ان الحليب فيه شويه دسامه مثلا يعني. وانا شغال اهو 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 اقعد اعجن فيها كده لمده تقريبا 10 دقائق لغايه لما اتاكد ان الدقيق شرب من السمنه والسمنه بقى الدقيق والشكل ده كده اهو، والسخونيه راحت بالشكل ده كده اهو. التفاصيل دي لازم عنها اهو، عشان كده انا بدات بالكحكه دي نفس طريقه عمل الكحك، سواء ناعم سواء بالعجوه سواء بالتمر سواء الساده سواء بالجوز سواء بعين الجمل. وفي ظاهره شايفينها دلوقتي في المحلات بتاعت الحلويات، الكحك طالما فيه حشوه تلاقي سعره ايه حسب نوعيه الحشو يعني، فتعملي في البيت وريحي راسك اعملي 2 كيلو دي حلوين قوي اهو. شايفين الشكل ده كده زي الفل اهي اهي اهي. انا عملته في طبعا في الايام العاديه، شايفين العجينه اهي اهي اهي، بدات العجينه تلم بتاعتي اهي. اعمل تركايه حلوه بقى في كعكه العيله، عندي سميت ناعم، السميت الناعم باخد شويه كده صغيرين جدا اهو، بيخلوا الكحكه بتاعتك فيها شويه خشونه مرمله. مش في حد كده من العيله يقول لك والله كلت الكحك بتاع فلانه بنت فلانه الكحكه فيها ترميله، الترميله دي جت منين؟ هل السمنه البلدي تنيتها جوه الكحكايه لغايه لما بقت مرمله؟ لا، مع عليه سميت ناعمه زي اللي دي التفاصيل اللي بتكلم فيها. حتى العجينه شدت معايا اهي، وجود مع عليه سميت ناعمه جوه مقادير الكحك الناعم او الكحك الخشن بتخلي لك الكحكايه مرمله. خلي بالك زي ما بنحط معلقه سميد كده جوه عجينه بلح الشام بيبقى بلح الشام مرمل. العجينه معايا اهي زي الفل، بخدم عليها كده اهي اهي، كحكه العيله زي الفل، اللهم صل على النبي اهي. وعندي دلوقتي قالب على شكل قلب، الله اهي، السمسم بين ايديا والسمنه بين ايديا والريحه الحلوه اهي زي الفل. لازم عجان يا شيف؟ مش لازم اهو، ما تقوليش لجوزك لازم تجيب لي عجان عشان اعمل الكحكه، الكلام ده كله ايه عادي اهو. عندنا القالب اهوت اللي هو القالب بتاع الشكل الحلو ده كده، بناخد العجينه دي كده، التفاصيل دي حلوه معانا يا شباب اهو، وافرتها كده في قلب القالب بنفس الشكل ده كده، واسيب حرف كده داير ما يدور. والله العظيم لو تسمعي كلامي يا ست الكل يا خالتي يا عمتي، مش هنقول برضو عشان التكلفه، هي كحكايه زي دي ولا اتنين ولا تلاته والحمد لله، صدقيني بجد والله. واعملي شويه قراقيش كده وشويه قرص حلوين، دول يقعدوا كده مع شاي بحليب الصبح وزي الفل. خلي بالك شوف المغاز بقى هيضيف حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ عندنا تمر. الله، بعمل حاجه حلوه قوي، شفت انا بعمل ايه؟ اهو بجود بقى اهو فيها، يبقى عجميه وتمر اهو، ده عيلة سعيدة دي يا شيف اهو 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 بالشكل ده كده اهو، والفها كده اهو اهو. وحقوق الطبع لدينا بس، كله بيعمل كحك اهو، معانا الكحك اهو، الاستاذ المخرج شفيق رايح جاي عليه والكرين جاي رايح جاي حلو اهو. هاخد نفس الموضوع كده احط هنا شوية واغطيها بالعجينة بتاعت الكحك. هتغطيها ازاي يا شيف عشان تحافظ على الحشوة ديت؟ اصبر على رزقك اهو، هاجيب ايديا كده والم العجينه كده اهو كده اه 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 اه، واجي حاططها كده واجي في الاطراف كده قافلها، ونفس القصه ده نص القلب، نيجي على نص القلب التاني اهو اه. وعملت كحكه العيله، درجه حراره الفرن عندي يا مغازي 180، واحلى عيله في الدنيا كلها العيله المصريه لما يتلموا كلهم على طبليه واحده، ايه الحلاوه دي يا شيف اهو. وحته صغيره اهي مش هرميها اهو، احطها كده في النص، اللهم صل على النبي اهو اهو، واسويها كده واخبزها في الفرن دلوقتي وتطلع احلى كيكه. دي عايزه درجه حراره كام يا شيف؟ دي عايزه درجه حراره الفرن عندي 120، ونسيبها في الفرن يا عم الشيف
الله عليك في تفاصيلك يا شيف، الله عليك في تفاصيلك. ده قرنفل مع حبهان على الوش كده، ودرجة حرارة الفرن عندي 180، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تقول لنا يا مخرجنا دي مكانها فين؟ مكانها فين دي؟ مكانها فين في العيلة؟ في القلب. هو ده، هو ده، اهو اهو اهو. دي تتحط في أرضية الفرن اهو. اهي عيني اهو. يلا اهو قفلنا الفرن.